حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر انه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم نخامه في قبله المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله قبل وجهه فلا يتنخمن احد قبل وجهه في الصلاه رواه موسى بن عقبه وابن ابي رواد عن نافع